السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنواصل في مادة الميكانيكا الهندسية، ذلك من خلال الشابتر رقم 6 اللي هو عنوانه الفريكشن. طيب، في محاضرة اليوم هنشرح البروبلم رقم 1. من خلال البروبلم هذا هنفهم أكثر المقصود من قوة الاحتكاك. طيب، المعطيات بتاع التمارين بيعطينا معامل الاحتكاك اللي هو الميو اس والميو كي، يعني هذا ميو اس 0.4 والميو كي 0.3 ما بين يعني السيرفس الموجودة في حالة كونتاكت. السؤال بيقولك ديترماين أقل قوة في لازمة علشان يتحرك البلوك اللي هو بثلاثين كيلو اللي هو البلوك هذا. لكن في الحالة الأولى لما يكون يعني في التشد بالكيبل AB، في الحالة الثانية إذا كان نحذف الكيبل AB يعني حتكون الحركة بتاع البلوك بتاع 20 و30 كيلو بيتحركوا مع بعض. طيب، علشان نجاوب على السؤال هذا هنبدأ في الحالة الأولى. الحالة الأولى اللي هي يعني الA اللي يكون فيها يعني البلوك A و B اتشد بالكيبل. لما يكون اتشد هذا هيكون هنا تنشن T، هتكون فيه هنا قوة احتكاك اللي هي F1، هيكون فيه النورمال N1، وهنا هيكون فيه W1 اللي هي يعني تساوي M1 في G. الحين هنشتغل على البلوك يعني 20 كيلوغرام. بالنسبة للبلوك هذا يعني الرسمة زي ما كم شايفين هيكون فيها القوة اللي هي W1، هيكون فيها التنشن T، وعامل الاحتكاك اللي هي F1، والنورمال اللي هي N1. طبعا W1 اللي هي تساوي M1 في G اللي هي 20 كيلو في 9.81، النتيجة بتكون 196.2 نيوتن، يعني هذه هي الـ W1. نمر للـ F1. الـ F1 طبعاً اللي هي مع قوة الاحتكاك اللي هي تكون ميو S في النورمال N1، لكن في حالة السكون هتكون سيجما FY تساوي صفر، يعني الـ W1 بالسالب بلس N1 تساوي صفر، يعني الـ N1 هتكون الـ W1. هذه في حالة سكون، يعني نقدر نعوض الـ N1 بالـ W1 تصبح الـ ميو S اللي هي 0.4 في النورمال N1 اللي هي 196.2 نيوتن. النتيجة بتاعت الـ F1 بتكون 78.48 نيوتن، هذه الـ F الـ F1. لو ناخذ سيجما Fx يساوي صفر، القوة الموجودة على المحور X فيه تنشن T، ماينس F1 يساوي صفر، يعني على طول بتكون T تساوي F1 اللي هي تساوي 78.48 نيوتن، أصبحت يعني T الحين معلوم. الحين لو نشتغل على البلوك الثاني اللي هو 30 كيلوغرام، البلوك هذا اللي هي عنا قوة الشد، قوة اللازمة اللي هي البي، يعني حتكون هذه قوة السحب اللي هي البي، فيه قوة احتكاك اللي هي الاف، طبعا الحركة حتكون في الاتجاه هذا على اتجاه البي، يعني حتكون الاحتكاك العكس اللي هو الاف الاف 2، وهذه النورمال الان 2. حيكون فيه قوة الشد تنشن اللي هي هذه التي، طبعا حيكون فيه يعني الوزن بتاعها اللي هو W2، وفيه نفس الشيء النورمال N1، وفيه معامل الاحتكاك اللي هو من فوق بتاعت البلوك 1 اللي هو الاف الاف 1. هذه هي الفري بودي دياجرام بتاعت البلوك بتاعت 30 كيلو. نفس الشيء حنجيب الاول شيء W2 اللي هي الماس M2 في G اللي هي 30 كيلو في 9.81، النتيجة بتكون يعني 294.3 نيوتن. بالنسبة للنورمال N2 اللي هي هذه حتكون نفس الشيء، حتكون يعني يعني لو ناخد السيجما FY يساوي صفر، حتكون يعني W2 plus N1 يساوي N2، يعني N2 حتكون W2 اللي هي كم جبناها منذ حين اللي هي 294.3، هنضيف لها طبعا
الأنوان اللي هي منذ حين جبناها هي نفس القيمة بتاعت W1 اللي هي 196.2، يعني N2 تكون قيمتها 490.5 نيوتن. هذه هي الN2. بالنسبة الF2 بتكون ميو اس في الN2، طبعا الميو اس اللي هي 0.4 ضربها في 490.5 اللي هي الN2، النتيجة تكون 196.2 نيوتن. طبعا إذا كان نستعمل سيجما اف اكس يساوي 0، القوة الموجودة اللي هي طبعا هتكون التي ناقص البي مع الاف 2 مع الاف 1 يساوي 0، يعني البي بتكون الاف 1 بلس الاف 2 بلس التي. الاف 1 اللي احنا جبناها منذ حين اللي هي 78.48 بلس الاف 2 اللي هي 196.2 مع التي اللي هي يعني قيمتها نفس القيمة بتاعت الاف 1 اللي هي 78.48، على طول البي اللي تساوي 353.2 نيوتن. يعني القوة، أقل قوة لازمة علشان نحرك البلوك هذا بتاع 30، لازم بقيمتها 353.2 نيوتن. يعني هذا السؤال الجزء بتاعه الأول جاوبنا عليه. الحين هنجاوب على نفس السؤال لكن هنشيل الكيبل، يعني الكيبل هذا هنشيله. لما نشيل الكيبل هيصبح البلوك بكله عبارة على بلوك واحد، يعني هذا 20 كيلو وهذا 30 كيلو، يعني هيتحركوا الاثنين مع بعض. يعني هذه هتكون القوة بي اللي هي اللازمة. احنا الدبليو هتصبح دبليو التوتال واحدة بتاعت 20 و30 اللي هي 50، نورمال هتصبح نورمال ان، والفريكشن هتصبح يعني عكس الحركة اللي هي الاف. علشان نجيب الدبليو هتكون 20 مع 30 لأنه بلوك كامل في 9.81 يساوي يعني 490.5 نيوتن. هذه بالنسبة للدبليو. إذا كان نحسب يعني قيمة الاف الفريكشن، الفريكشن حتكون لميو اس في النورمال، الميو اس اللي هي 0.4 والنورمال هي نفسها دبليو، طبعا هتكون 490.5، يعني تكون 0.4 في 490، يعني هتكون 196.2 نيوتن. طبعا اذا كان ناخذ السيجما اف اكس يساوي 0، هتكون الاف موجبة ناقص البي تساوي 0، يعني البي تساوي اف اللي هي 196.2 نيوتن. في الحالة هذه أقل قوة لازمة قيمتها، يعني القوة اللازمة علشان يتحرك، شفتوا لما حذفنا الكيبل القوة أصبحت يعني قيمتها 196.2 نيوتن، أقل قوة لازمة علشان يتحرك الجسم هذا. طيب هذا هو الحل متاع التمرين هذا. نلتقي إن شاء الله في محاضرة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.